الحقيقة خلال الموسم السابق الحقيقة كان ظهوري زي ما حضراتكم عارفين أو زي ما حضراتكم دايما كنتم متابعين قناتكم قناة النادي الأهلي، كان ظهوري متقطع الحقيقة. فكان كل الناس بتقعد تسألني تقول لي أنت زعلان أنت متضايق، أقول لهم أبدا، أنا عمري ما كنت زعلان ولا عمري كنت متضايق. عارفين ليه؟ لأنه الحقيقة المساندة الجماهيرية اللي شفتها من جمهور النادي الأهلي خلتني أبقى في منتهى السعادة، وخلت الواحد يعرف قيمته عند جمهور النادي الأهلي. زي ما قلت لكم أنا بتكلم من قلبي، مش بتكلم من أي حاجة تانية، ولكن في النهاية حضراتكم السبب الرئيسي في وجودي هنا الحقيقة، والوقفة اللي أنا واقفها أمام حضراتكم. عشان كده احنا هنحاول نكون مختلفين خلال هذا الموسم من البيت الكبير.